بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شي هو تناني تقدم لكم صينية أو غراتان الرز بقطع الدجاج والخضر. في الحقيقة من أحب الأطباق عندي هاد الصينية هذه. يمكن لكم تحضروها كوجبة غداء أو كوجبة عشاء، ويمكن لكم أيضا تنوعوا وتضيفوا وتزيدوا في الخضر وتنقصوا حسب رغبتكم وحسب ذوقكم. يمكن لكم أيضا تعملوه باللحم المفروم أو بقطع السمك، يعني كيبقى تنويع وتغيير فيه حسب ما يحلو لكم. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. غادي نبدا بسم الله وعلى بركة الله بالعمل مباشرة. غندنا هنايا واحد طنجرة أو مقلاة عميقة، غادي نحط فيها تقريبا 4 ملاعق كبيرة من زيت المائدة، يعني أي زيت نباتي من غير زيت الزيتون. غادي نحط فيها هنايا عندنا بصلة متوسطة مع فصين من الثوم، غادي نحطهم. غادي نقلبهم غير واحد شوية حتى يتبالو. هنايا البصل تشحر واحد شوية. غادي نضيف الدجاج، صدر الدجاج مقطع بهذا الشكل هذا، عندي هنايا تقريبا 400 غرام. غادي نقلبهم واحد شوية، مجرد بيضوا عاد باش نضيف باقي العناصر. نضيف هنايا عندي حبتين من الجزر صغار مقطعين مكعبات صغيرة، وعندي علبة متوسطة من الفطر شامبينيون. هنا نبداو بإضافة العطرية أو البهارات. عندي الملح، فلفل أسود أو الإبزار، عندنا زنجبيل أو سكينجبير، كزبرة اليابسة، كزبر يابس. وعندي الخرقوم أو الكركم. مكون اختياري رقائق الفلفل الحار. عندنا تقريبا ملعقة كبيرة من مركز الطماطم. وغادي نضيف آخر حاجة، هي حبة ديال الفلفل الأخضر الحلو مقطعة هكا مربعات صغيرة. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، نغطي على هاد الطنجره ونخلي هاد المكونات تنضج. هنايا كما كتلاحظوا الخضر نضجات كامله والدجاج ايضا، وهنايا هذاك المرق تخطر، ها هو نخليه واحد شويه ديال المرق اللي غادي يسقي لنا الرز. صافي، دابا ها هي الحشوه او الصلصه واجده، غادي نبعدوها من النار. هنايا كما كتلاحظوا كملنا طهي الحشوه، ها هي حطيناها. عندنا هنايا عندي انا 500 غرام من الرز البيض سلقته مع الماء والملح والزيت وصفيتو غسلتو شللتو من النشا. بالنسبه للرز اللي استعملت هو هذا رز طويل ابيض، ما تستعملوش الامريكي الصفر،
لان ما كيجيش بنين. استعملوا اما اذا عندكم البسمتي استعملوه، عندكم الرز الابيض المصري المدور استعملوه، عندكم هذا الرز الابيض الطويل الحبه ديالو طويله استعملوه، هادو كيجيو بنان. هنايا عندي الرز الحشوه، عندي بالنسبه لهذه الخلطه اللي غادي نجمعوا بها هذا الكغاطان هذا، عندي زوج بيضات، عندي علبه من القشطه الطريه او لا كريم فريش بالنسبه اللي عندهم القشطه، يعني ديك القشطه اللي كاينه في الخليج يستعملوها، عندي علبه من الزبادي او الياغورت فيها 110 غرام، وعندي الجبن محكوك مبشور، وعندي شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. هنايا غرزت زوج بيضات، هنايا غادي نضيف عليهم قليل من الفلفل الاسود، غادي نخفقهم. جاتني زلافه ضيقه بدلت هنايا، هنايا انا خفقت البيض مزيان، غادي ناخذ هذا الياغورت هذا او الزبادي او الروب، غادي نضيفو على هذا البيض، وغادي نضيف هاد القشطة الطرية، وغادي نخلط مزيان. هنايا غادي ناخد نسيت هذا العلبة ديال لاكخيم فخيش اللي عملت فيها 200 غرام. هنايا خديت الروز اللي عندي، اعتقد قلت لكم انني استعملت 500 غرام، غادي نفرغ عليه تقريبا 3/4 الكمية ديال هاد الخلطة هادي، الباقي غادي نخليوه للوجه. وغادي ناخدو هاد الصينية او هاد المول هذا، وغادي نكونو داهنينو بسخاء بالزبدة، وغادي نفرغ فيه 3/4 كمية الرز، يعني هذا الشيء اللي غيبقى الفوق غير شويه، نوزعوه هنايا مزيان، وغادي نفرغ فوقه كامل كميه الحشو اللي عندنا. هنا وزعنا الحشوه على كامل الوجه، دابا غادي نحطو ما تبقى عندنا من الرز. غادي نوزعو دابا هاد الصلصة هادي، آخر حاجة هي هاد الجبن المبشور